أسطورة برنامج الجرافيكس الأنريل ومحركات الألعاب ومعانا الأسطورة المهندس عمرو سرور هو اشتغل في الكثير من الشركات المعمارية أشار ملون العرب في مشاريع زي مطار إمبابة ونفق الجيزة واشتغل في قنوات فضائية كموشن جرافيكس أرتست وأخرج عدد من الإعلانات التجارية وشارك في الفيلم الأجنبي سي بي 1 اف اكس أرتست وعمل العديد من المشاريع منها آه تحت شركه هيونداي في قطر زي, زي مشروع اوتو باركينج ومالت ليفل باركينج سيستم ومن الناس اللي ما شاء الله عليه سنين جدا في الانريل وفي البرمجه بتاعته فان شاء الله محاضره متميزة اتفضل يا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله عليه الصلاة والسلام. معكم عمرو شريف سرور. معروف جدا طبعا برنامج آه الاناريل آه برنامج قوي تعالوا كده نعمل كده موجز بسرعه قبل ما ندخل في الرحله بتاعتنا في الكورس بتاع الاساسيات. عايز بس انبه على حاجه كورس الاساسيات ده هنتكلم في الأنريل من, من جميع أقسامه بمعنى اللي عايز يحترف صناعة الجيمز معانا عايز يحترف الانتريور أو الاكستريور أو المعماري برضو معانا ليه لأن احنا هنشرح أساسيات البرنامج كل قايمة بتتكلم عن ايه فكرة البرنامج تفكير البرنامج قائم على ايه برنامج الأنريل هو في الاساس برنامج محرك العاب وقلنا ده كتير جدا في كل قبل كل كورس بنعمل اعلان وبنتكلم عن الانريل ولكن هن زي ما قلنا هنتكلم بموجز كده برنامج محرك العاب، البرنامج ده قوي جدا جدا في الريندر وبيخلي فيه انتر اكتف بينك وبين الحاجه كانك بتلعب لعبه بالظبط. فده بيخليك وانت داخل اي مكان مثلا صنعت فراغ او صنعت انتيريور او اكستيريو بيخليك تعرف تتجول في المكان بتاعك تفتح الباب تطفيه تقفله تفتح النور تطفيه بيخليك مثلا لما تيجي تقرب من حاجه تنور وتطفي عشان تعرف انك كونسنتريت ان ده ولا بتارجت الحته دي عشان تتفاعل معاها بيخليك حاجه مش عاجبك مثلا عميل وانت ماشي عايز يغير مكان حاجه كرسي مثلا مجرد يشده بس بالماوس او لو انت عملت له الابلكيشن ده على الموبايل عن طريق الانريل برضو بياخده كده يسحبه وده خدناه في الكورس الثاني اللي هو انريل انتيريور كلاسيك خدنا ازاي تحرك الحاجه من مكانها بل و على طول اقولها طالما الجرافيك مزج مع البرمجه يبقى أي حاجة تقدر تعملها وهو ده اللي الأنريل بيوفره لنا طيب اللي طبعا يستزيد من الانريل هتلاقوا على اليوتيوب بقى الكلام ده اه ايه هو الانريل وكده وهتلاقوا على صفحه استوديو برودكشن عندي عامل برضو ايه هو الانريل اكتر من ثلاث فيديوهات تقريبا. ازاي بقى نحمل برنامج الانريل؟ سهل جدا هتكتب كلمه هتكتب على جوجل ايبك جيمز او انريل هيفتح لك الصفحه بتاعتنا الجميله دي. هتلاقي عندك هنا المفروض زرار عشان تسجل هتسجل زي ما بتسجل في ياهو وجوجل والكلام ده كله هتسجل وتفعل الايميل بتاعك وكله زي الفل بعد كده هتدوس على جيت إب جيمز زي ما انتم شايفين طلع لي البرنامج دوت هتحمله البرنامج ونكست نكست 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 طيب انا طبعا مسطبه يعني ولكن نكست نكست وعامل برضو فيديو هتلاقوه على صفحه استوديو ازاي تسطب البرنامج بالتفصيل ولكن بعد نيكست نيكست هيفتح لك الابك لانشر الابك لانشر مكون زي ما تشوفين من عدة قوائم احنا عايزين منها قائمة الانريل إنجن وقايمه اللايبراري اللايبراري دي فيها حياتك بقى مع الانريل هنا فيها الاصدارات طبعا عندك دي هتكون ممسوحه مجرد ما تدوس بس على علامه الزائد Engine Versions هتدوس على علامه الزائد عشان تحمل برنامج انريل او تعمل انستال لبرنامج الانريل هتختار اعلى حاجه فوق طبعا انا عندي اعلى حاجه اللي هو 426 وقابليها 425 اشتغل عليه برمجه في حاجه معينه يعني اللي هو الكورس الخاص بالاكستريور وطبعا تحتيهم ال 424 فعشان كده جابهم يعني لكن دي مش اعلى حاجه. آه بعد ما تختار اعلى فيرجن من هنا دوس انستال وهياخد وقته حوالي 15 او 14 جيجا مش خساره فيه اعيد تاني كل اللي إنتوا هتتعلموه باذن الله في الرحله دي مش خساره في الانريل. بمعنى مش خساره انك تاخد وقت في تعلمه، مش خساره انك تجاهد نفسك عشان تتعلمه، مش خساره انك تتعب عشان تتعلمه لان الناحيه التانيه تميز، الناحيه التانيه قله وقت ولسه كنت بتكلم حتى مع الباشمهندس بالعقل كده انا اللي يخليني ارجع اقعد على برنامج الماكس عشان ارندر فيديو دقيقتين كل دقيقه فيها 60 ثانيه كل ثانيه فيها 30 فريم 30 فريم بير سكند الفريم الواحد لو انا برندر 1920 في 1080 على جهاز متوسط الفريم الواحد هياخد معايا ساعتين اللي يخليني اقعد اضرب بقى ساعتين اللي هي الفريم الواحد في 60 اللي هو عشان يديك الدقايق في كذا طب ايه اللي يخليني اعمل كل ده؟ طالما انا عندي حاجه رياليتي زي ما انتم شايفين حتى من الصوره دي قبل ما نفتح طبعا البروجكت مش بتاعنا ولكن ده من احد قوه الانريل يعني بالريتريس ولكن آه زي ما انتم شايفين يعني في قوته تقدروا حتى على جوجل تجوجلوها يعني ولكن ايه اللي يخليني انا حاجه بتقدم لي كل ده في كام دقيقه اقدر اطلع اكسبورت 1900 في 1080 في ثلاث دقائق في حين ان انا ممكن اقعد سبعة ايام طيب اللي خليني انا اقدم للعميل صوره؟ صوره في حين ان انا ممكن اقدم له حاجه انتر اكتف يعيش جوه الشقه بتاعته مع صوت خطواتك وانت ماشي مع يفتح الشباك ويطفي يقفله يفتح النور ويطفيه يغير الماتريال كمان اللي خليني انا ارجع لورا في حين ان العالم دلوقتي بيتقدم لقدام يبقى من الغباء ان انا اسيب حاجه طب وارجع لأي يعني نزق في حاجات قديمه تعب ليك وتعب على العميل قله انتاج ليك وخساره للعميل لي وفي الاول في الاخر طبعا حاجه ما نقدرش ننكرها كلنا عايزينها وهي الكاشات الحاجه الاسرع وأنتوا عارفين القاعده بتقول القاعده تايم از ماني فكل ما تعمل حاجه اسرع وتوب كل ما يعني الدخل بتاعك يبقى كويس طيب احنا دلوقتي حملنا خلاص الانريل هندوس على الوحش ده انا معاكم اهو من دلوقتي هنبدا هندوس على اللانش بالشكل ده انا بقول للانريل <applause> افتح لي نيو بروجكت يا انريل افتح لي بروجكت جديد واحده واحده كده بقى عشان ناسس الافكار انسوا بقى اللي انتوا عرفتوه كله الطحن واللحن وال... والكلام ده هيفتح لك حاجه زي دي طبعا القايمه دي هتبقى فاضيه عندك دي اللي هي اسمها ريسنت بروجكتس ريسنت بروجكت البروجكتات اللي انت فتحتها عن طريق الايبيك جيمز لانشر آه, اللي هو الاسود اللي, اللي كان موجود ده اللي احنا دخلنا بيه القوايم اللي شرحناها قبل دي اسمها الايبيك جيمز لانشر خلاص هنا بيقول لك جيمز جيمز دي يا سيدي مش عشان تعمل لعبه لا جيمز دي هنسميها يعني ضمه تحتيها كل دول بمعنى كله يركز بقى معايا بمعنى ان احنا لو عايزين نتكلم مظبوط بقى هنقول ان كل دول كل اللي عندنا دول عباره عن بريسيتس للوحش اللي اسمه جيمز يعني جيمز تقدر تعمل بيها فيلم تلفزيونز اند لايف ايفنتس تقدر تعمل بيها اركتكتشر انجيرينج تقدر تعمل بيها خلاص واكتر من كده كمان ولكن دول اشهر حاجه قسمهم لك وعملهم لك فري presets كده في الاول بدل ما انت تخش جوه يعني وتغير اعدادات معينه وكده خلاص يبقى ده الاساس بتاعنا طيب احنا بقى هنستخدم ايه؟ هنستخدم طبعا الاساس بتاع في حد بيبعت حاجه شكرا يا طيب وياكم يا اخي آه تعالوا بقى ندوس على الجيمز ونكست جابلك حاجه اسمها قائمه التامبلتس يبقى اول حاجه جاب لي البروجيكتس بتاعتي ونوع البروجيكت اللي انت بصوا بروجيكت كاتيجوريز نوع البروجيكت اللي انت عايزه طبعا انا عايز الماستر بتاعنا خلاص نيكست قال لك ها طيب انهي تمبلت يا سيدي برده نفس الموضوع ونفس القاعده يا شباب الوحش دوت خليني الوحش البلانك تقدر بيه تعمل كل اللي بعديه من انواع أه انسى الجيمز انواع الليفلز انواع السينز المشاهد تقدر تعمل بيه جميع الانواع دي خلاص يبقى ده برضو الماستر بتاعي وكل دول خارجين من البلانك بس الميزه انه جهز لك ده الفيرست بيرسون تعال نشوف كده يعني ايه الفيرست بيرسون الفيرست بيرسون زي ما انتم شايفين زي ما بتلعب بابجي يقول لك فيرست بيرسون ان انت بتكون الشخصيه الكاركتر او الهيرو في المشهد والسلاح بتاعك يا دوب بيبان وما الى ذلك الفلاينج اللي شغل بقى الطيارات عندك برضو اشهرهم تاني third بيرسون زي برضو ببجي ثيرد بيرسون ان الشخصيه كلها بتبان طبعا اكثر واقعيه بيكون الفيرست Person. ليه بتكون انت راسك هي الفي ار راسك هي اللي بتلف فيه من وشمال زي ما هنشوف والسلاح انت شايفه كانك انت ماسك فعلا السلاح خلاص وده اللي بيستخدم او بيطلع منه الفي ار اللي هي النظارات بقى الاوكولوس وتشتغل بقى بالفي ار طيب نيكست برضو خلي بالكم البروجكت سيتنج يبقى احنا ابتدينا كنا اول حاجه نوع البروجكت التمبلت اللي انت عايزها السيتنج اللي انت عايزها مفيش حاجه صعبه خالص كله زي الفل نبدا باول واحده بيقول لك يا سيدي البرمجه بتاعتك هتبقى بلو برنت ولا سي بلس بلس امم طبعا السؤال ايه هو بقى يا باشمهندس البلو برنت وايه هو السي بلس بلس طالما احنا في قائمه السيتنج مش هنسيبها غير لما نتكلم عليها بص يا شباب أي برنامج في الدنيا أي ويندوز في الدنيا أي حتى البرنامج اللي احنا شغالين عليه الأنريل حتى البرنامج اللي أنا بسجل بيه حتى الويندوز معمول بسي بلس بلس طيب أنا شخصيا بعترف لكم أنا واحد من الناس اللي بيكرهوا حاجة اسمها سي... السي بلس بلس تمام انا ما اشوفها في اي حته ولا الاكواد ولا القوسين اللي هو اللي ما بينهم العكس القوسين اللي ما بينهم بتاعه في الوسط الكود والكوماز انا كاره للغه اسمها السي بلس بلس خلاص ولكن الحقيقه اللي احنا لازم نعترف لها ان السي بلس بلس هي اللي مصنوع منها الحاجات الجميله كلها اللي احنا شغالين بيها طب جميل جدا بس انا واحد ما بحبش السي بلس بلس ما انريل مين اللي قال لك كده لا الانريل تعالوا نعمل شكل هرمي ونركز بس في دي يا شباب. الانريل البيز قلنا سي بلس بلس معمول الانريل كله واتفقنا اي برنامج او اكثر البرامج قوه معموله بـ على فكره الماكس بالسي بلس بلس. يبقى السي بلس بلس معمول بالانريل والانريل اوبن سورس. طيب السي بلس بلس خدوا الحزم بتاعته. وحولوها للغه برمجه اسمها البي بي البلو برنت طب ايه هو البلو برنت البلو برنت ان انت لو مثلا فتحت برنامج الماكس خليني مثلا اجيب لكم الصوره بتاعته لانه موجود برضو منه في الماكس خليني اجيب لكم بدل ما نفتح الماكس يعني وياخد وقت خليني اقول لكم شبيه بايه بالظبط لو لقيتها يعني بس هنشوفها يعني عشان بس ما نضيعش وقت هو عباره عن نودس يا شباب بتوصلها بنود تانية وليكن هنا انا جعان خلاص عمرو جعان هنا طعام بقول له بقول لك ايه انت جعان اه طب روح للطعام الحركه ديت انت جعان روح للطعام هنا مجموعه اكواد اف مش عارف ايه مش عارف ايه كوما قوسين الشغل بقى اللي انا وانتو ما بنحبوش ده تمام <تبع microbes> تحت تت تت وهنا خلاص مكتوب برضو الطعام مكتوب برنت string مثلا مش عارف ايه كذا كذا الواير دوت الكونكشن كود برضو اللي بيوصل النود دي بالنود دي ولكن متبرمج على هيئه كود معين يبقى الانريل عمل لنا لينا احنا حتى هم قالوا كده قالوا انهم عم صمموا البلو برنت او حزم الفيجوال سكريبتنج او هنسميها نود بروجرامنج سيستم فور ركزوا على دي ديزاينرز فور 3 دي ارتستس ليه؟ عشان يقدر ال 3 دي ارتست يعمل بايده طالما هو 3 دي ارتست هيقدر يعمل الموديلنج جوه الماكس وطالما هو 3 دي ارتست هيقدر يعمل التكتشر وطالما هو 3 دي ارتست هيقدر يدخل الانريل مش بس كده وطالما هو 3 دي ارتست هيقدر يبرمج جوه الانريل من غير ركزوا في دي ما يكتب سطر كود واحد سطر كود واحد يبقى احنا من غير ما نفكر كده هقول له طبعا طبعا بلو برنت هنا الكواليتي بتاعتك عايزها اي يعني شغل 2D ولا الماكسيمم لو 3D كامل وكده ماشي عايزينها 3D عفوا 3D هنا بيقول لك الري تريس الري تريس ايه هي آه ماشي الري تريس عباره عن فيري ولكن جوه الانريل بيحتاج كارت شاشه قوي جدا زي مثلا 3070 اللي هينزل ده او اللي نزل عشان يوريك الفيري في الفيو بورت من غير ما تاخد وقت رندر يعني ايه يا باشمهندس يعني حضرتك تقدر تشوف الفيري بعينك من غير ما تستنى رندره جوه الماكس زي ما احنا كنا بنستنى في الفيو بورت قصاد الانريل ايه ده يعني انا ركزوا بقى كده اصلا الانريل الفيو بورت بتاعه مترندر عن طريق الفيزيكال بيز رندر الفيزيكال بيزد ريندر البي بي ار وبالاضافه لده جواه حاجه اسمها اللايت ماس بيطلع لي برضه نتيجه زي الفي راي بل بتنافس الفي راي وطلعنا بيها شغل قبل كده الحمد لله ولا حد حتى ناس حتى من ايفر موشن علقوا على الكورس بتاعي وي مش بس كده ده في كمان حاجه اسمها الجي بي يو لايت ماس مش بس كده ده عمل لك كمان الري تريس الله يبقى انت حضرتك ما معكش فلوس تجيب كارت شاشه عشان تشوف التقنيه دي جهز لك التقنيه اللي قبلها الجي بي يو لايت ماس طب برضو مش آه ما معكش مع ان دي مش مكلفه قوي يعني ما معكش دي لا يبقى عليك وعلى الديفولت لايت ماس الفرق ايه الفرق ان الاثنين دول اقوى الجي بي يو لايت ماس والري تريس لان الاثنين بيعتمدوا اعتماد كلي على كارت الشاشه ومعروف كارت الشاشه احيانا بيكون اسرع بل في اكثر الاحيان بيكون اسرع كثير من السي بي يو لايت ماس والسي بي يو لايت ماس اعتماده كله على حاجتين الرامات والبروسيسور حلو جدا يا شباب طيب يبقى هنا بيقول لك عايز البروجكت بتاعك يكون بالري تريس ولا ديسيبل ريت ريس ولا انيبل اقول له لا يا سيدي ديسيبل وعلى فكره لو عملتها ديسيبل ينفع من جوه البروجكت تعمله انيبل والعكس صحيح هنا بيقول لك هتعمله ها للموبايل ولا توب؟ افرحكم اي بروجكت انت بتعمله بالديسكتوب فور كمبيوتر ومعنى ان احنا بنتكلم مع الانريل العملاق وبنقول فور كمبيوتر يبقى مش الويندوز لا لما نيجي مع الانريل احنا بتختلف لما تيجي تسلم العميل شغل معماري او جيمز بتسلمه حضرتك تقدر يشغل على البي سي ومعنى بي سي يعني بيشتغل على التالي يشتغل على اللينوكس والماك والويندوز او على الموبايل لو انت هتخليه على الموبايل يعني الاي او اس والاندرويد تمام اشهرهم يعني يبقى بالشكل ده احنا معلش الانريل داس على كلام كتير جدا 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 احنا او كان سبب تعبنا في الفترات اللي فاتت يبقى ديسكتوب ولا موبايل ما تفرقش اقدر بعد ما اخرج شغل العميل بالديسكتوب احوله للموبايل وابعته له على الموبايل بتاعه او تابلت والعكس صحيح هنا بقى حاجه اسمها الستارتر كونتنت ايه هي الستارتر كونتنت الانريل آه عارف ان انت ممكن تكون مبتدئ ودخل انريل لك شويه خامات كده لذيذ وشويه موديلات كده جميله تفضل تلعب كده جوه الـ الـ المشهد بتاعك تجيب دي يمين وتجيب دي شمال وتطلع كده شكل حلو تشوف الرمادي دي مع الخامات دي معموله من ايه تذاكر الحاجات دي اسمها الستارتر كونتنت خلاص انا هقول له ماشي انا عايز ستارتر كونتنت تحت هنا بيقول لك الباث الباث بتاعك عايزه يبقى فين هقول له يا سيدي مثلا عايزه هنا وهنعمل واحد جديد اسمه مثلا ما تفرقش يعني معايا قوي بصراحه بيزك كورس مثلا اي حاجه وتعمل فايل وتقول له سيلكت فولدر بعد ما قلت له سيلكت فولدر عندك هنا اسم البروجكت هتسميه اقول له تيست اي حاجه بقى خلاص احنا لسه ايه بنكح يعني معاه وتقول له كرييت بروجكت دلوقتي الانريل بيحاول يعمل لك بروجكت بالتمبلتس اللي احنا اخترناها شوف احنا ماشيين بالتدريج بنوع الـ 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 عفوا الجيمز اللي احنا اخترناها من الاول خالص اللي هي شامله تحتيها بقى الاركتكتشرال وكذا كذا بالتمبلتس اللي احنا اخترناها وبالسيتنج اللي احنا اخترناها المعلم فتح معايا اهو سيبكم من دي دي بعدين نتكلم فيها مجموعة بلجنز ماشي الانريل فتح معايا اهو عندكم طبعا هيبقى ب الشكل اللي انا ماشي خلي زي ما هو عندكم هيكون ب الشكل ده ودي تقريبا هتلاقوها عندكم هنا اهو بالشكل ده اهو طيب اي نافذه من دول تعالوا بقى نتكلم ايه كبير وننزل صغير 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 ولكن قبل ما حتى نتكلم عن نوافذ لازم اهم حاجه نتعلم ازاي نتمشى جوه الفيو ودي مساله تافهه جدا 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 سهله جدا كليك يمين وسهوم اللي احنا بنلعب بيها دبليو قدام اس ورا دي يمين اي شمال وانت دايس دبليو قدام حركه الماوس مهمه بص حركه الماوس يمين حركه الماوس شمال انزل تحت بالماوس اطلع فوق بس يا سيدي خلاص خلصت حركة الماوس تمام في أسهل من كده تاني نراجع تاني الحتة دي حركة الماوس في الفيو بورت أو الماوس والكيبورد أو ازاي تتحرك جوه الفيو بورت والفيو بورت جوه الأنريل سهلة جدا كليك يمين والسهوم بتاعت أي لعبة أنت بتلعبها حريفة بابجي أو اسيشن كريد كله اي جيم دبليو قدام ومع حركه الماوس بصوا يمين شمال فوق الماوس فوق الماوس تحت اهو عاملين كده عم زي زي التعبان اهو زي الفل خلاص وي يمين شمال اس ورا خلاص دي يمين اي شمال زي الفل يا شباب خلاص بصوا انا دلوقتي وانا حاليا بتحرك او جول فيو بورت ما بستخدمش غير اللي انا قلت لكم عليه اهو كليك يمين اهو بتحرك بس كاني بلعب شوفوا انسوا ان انتوا دايسين كليك يمين اتفقنا خلاص انسوا ان انتوا دايسين كليك يمين دوسوا عليه بس انسوا ان انتوا دايسين كليك يمين وتعالوا كده نتحرك في المشهد انا اهو بلفه بالماوس بتحركه اهو قدام ورا اهو بستخبى جوه دي اهو كاني بلعب بقى بابجي او بقى فورتنايت او ايا كان اهو شغالين زي الفل جميل جدا جدا طيب تعالوا بقى نتكلم على الشكل العام. انا عايز ابدا باهم حاجه مش دول، كل دول مش مهمين، كل دول سهلين جدا، انا عايز ابدا بالوحش ده. هتلاقوه اسمه الكونتنت براوزر. الكونتنت براوزر هو الماي كمبيوتر بتاعك، بمعنى لو دوستوا على القائمه دي هتلاقوا عندك كونتنت ده اللي هو بمثابة ماي كمبيوتر والامتداد بتاعه بصوا المكتوب هنا جيم خلاص ما تركزوش معاها تقريبا مش هتحتاجوها إلا لو هتدخلوا بقى في أن انتوا تعملوا التولز بتاعتكم تبرمجوا التولز بتاعتكم إيه ده يعني كمان الأنريل ينفع ان احنا نصنع السكريبتات زي الماكس اللي احنا بنشتري السكريبت الفلاني للماكس عشان نعمل بيه حاجة فلانية اه بس تصدق جوه الانريل اسهل لان جوه الماكس انت بتكتب اكواد خلاص جوه الانريل لولا بس الوقت كان زمان دلوقتي وريتكم سكريبت كده سريع او الفكرة بتاعته يعني كان ز... تقدر تبني اي سكريبت انت عايزه تقدر بضغطة زرار تعمل اكتر من امر ممكن كان ياخد معاك وقت طويل ممكن اي حاجة من هنا خلاص بضغطة زرار تحطها يعني ممكن تبني مثلا انا عايز كرسي هنا مش كل شويه بقى هتجيب كرسي من عندك وتقوم حاطه هنا اهو لا بضغطه زرار تعلم كده عليه وبضغطه زرار تبني تدوس بس كليك هنا هنا هيتبني يعني حاجات كتير زي دي الكونتنت براوزر الكونتنت يعني بمثابه ماي كمبيوتر انسوا الكلام ده كله تعالوا نرجع من تاني عشان نسهلها عليكم ده ملفات المشروع بتاعك اللي انت تقدر تحط فيها ملفات البروجكت بتاعك، بمعنى انا دلوقتي فاتح اهو انا وانتو وهنبدا توتوريال او كورس جديد، كليك يمين على الكونتنت ده او كليك يمين هنا، بصوا لما تدوسوا هنا بيوريكم المحتوى بتاعه، هنا انا عندي فيرست بيرسون، فيرست بيرسون بي بي، هنتكلم على كل ده واحدة واحدة، الجيومتري والستارتر كونتنت، خلاص؟ جوه الكونتنت في الفيرست بيرسون والحاجات اللي احنا قلنا عليها، طب ما هم دول. زي ماي كمبيوتر بالظبط، فكرة الأنريل عاملها لك كده بالظبط اهو على الجنب اللي هو في اي ماي كمبيوتر بيطلع هنا اللي هي الدرايفرز او ما الى ذلك وهنا اللي جواهم لو انا دوست الفيرست بيرسون هيجي لك اللي جوه الوحش ده هيجي لك اللي جوه الوحش ده هيجي لك اللي جوه الستارتر كونتنت اللي احنا اخترناه في الاول اللي هي الاضافات اللي بينزلها لنا الانرين اهي خلاص فده جميل جدا فتعالوا نعمل ماي كمبيوتر مثلا على الكونتنت براوزر تقدر تعمل من هنا كليك يمين ماي كمبيوتر آه عفوا نيو آه فولدر من هنا أو إنك تدوس على الكونتنت وهنا كليك يمين نيو فولدر خلاص هنسميه بيزك كورس بالشكل ده طب أنا سميته بيزك كورس ولو أنا عندي 60 فايل هنا زي ما هقول لكم دلوقتي طبعا ينفع من الحرف بتاعه تشدوا أي أي قايمة من عندكم بالشكل ده خلاص وينفع كمان تشيلوها من مكانها زي ما انا هعمل كده وتقفلوها كمان وتجيبوها من الويندو والكونتنت براوزر عندكم حتى اكتر من كونتنت براوزر اهو خلاص او انك تيجي من هنا كونتنت براوزر او انا شخصيا بحب اشيله وادوس كتورة شيفت اف يطلع لي وقت ما انا بحتاج خلاص يا شباب طيب عشان برضو ما تتلخبطوش هنرجع الوحش بتاعنا مكانه تاني نفترض ان انا عندي هنا 100 فولدر ولا حاجه وليكن خليني مثلا اظهر بعض الحاجات عشان توضح لكم اللي انا عايز اقوله بصوا هنا عندي فولدرات كتير جدا 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 الله طب فين الفولدر بتاع البروجكت بتاعي طبعا ابقى مخبول ابقى مخبول لو انا فضلت ماشي واحده واحده يا ترى فين البروجكت بتاعي اولاد الحلال وكده لا ده قصه تانية خالص لا الأنرين قال لك في حاجه اسمها كلر كودنج بمعنى ان انا الكونتنت اهو براوزر بتاعي الكونتنت عفوا بتاعي ده الكونتنت براوزر ده الكونتنت اللي هو الفولدر وعندك هنا البيز كورس تقدر كليك يمين عليه سيت كلر وتختار اللون بتاع الفولدر بتاعك عن طريق الكلر كودنج بالشكل ده بصوا هوب عينك جت على الفولدر بتاعك في ثواني خلاص يا شباب عينك جت على الفولدر بتاعك بثواني تعالوا نشيل الحاجات برضو اللي احنا ضفناها اللي احنا مش عايزينها طيب اتفقنا ان ده الوحش بتاعي اهوت وده الكونتنت براوزر بتاعي اه في اي بروجكت بتعمله بيعمل لك حاجه اسمها الفيرست بيرسون فيرست بيرسون ده جواه الانيميشن وبعض الحاجات الثانيه طب ايه ايه الانيميشن وايه بص يا سيدي تعالوا ننزل ده كده شويه وتعالوا ننزل هنا يعني. لو انا دوست دلوقتي بلاي بلاي دي يعني ايه بلاي جيمز هقول لحضرتك لو انت جيم ديفلوبر او داخل الانريل عشان تتعلم ازاي تعمل جيمز فهي بالنسبه لك بلاي يعني تيست للجيم شغل سواء البرمجه اللي انت عملتها او شغل الحاجه اللي انت عملتها ولو انت معماري يبقى انت بتقول شغل السين بتاعي خلاص احنا هنشغل زي ما انتم شايفين اقدر اهو بنط وبنلعب طبعا ده مشهد ايه عاملينه كده يعني عشان يوروك الفيزيكس اه تفاعل مع اه الفولدرات بتاعه زي ما انتم شايفين بنضرب رصاص وكله تمام وبننط كمان اهو اهو عاملين ننط اهو اه. خلاص وكله زي الفل تمام 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 طيب هو ده الانيميشن بتاعه طيب ما تخش مالكوش بدعوه ده ده هنعمل كاركتر وهنحركه جوه ما تقلقوش دماغكم بيه احنا بس بنتعرف على الحاجه بتاعتي طيب الفيرست بيرسون جواه الانيميشن وجواه الاوديو الاوديو ده اللي هو ايه بصوا الله ده صوت الرصاص اللي احنا كنا بنضربه من شويه الفايل الخاص بالضرب جميل جدا الكاركتر الكاركتر فيه فولدر خاص بالماتيريال بتاعه وفولدر خاص بالمش وفولدر خاص بالتكتشر بصوا ادي التكتشر المش زي ما انتم شايفين والماتيريال جميل جدا الاف بي ويبن خاص بالسلاح برضو التكتشر بتاع السلاح والمش بتاع السلاح اهو بصوا حتى حط لو حطيناه هنا طبعا بالمره لو اي حاجه عندك في الكونتنت براوزر اللي هو المشروع بتاعك تقدر تسحبه يعني هنا الحاجه اللي احنا بنحطها بس تقدر تعمل امبورت تقدر تعمل اكتر من حاجه امبورت اهو خلاص واول ما تنزل لك هنا تقدر مجرد ما تسحبها كده تتحط زي ما احنا عملنا ادي اه السلاح بتاعي وبالمره برضو بصوا مترندر جاهز الريفلكشن والنورمال والريفراكشن لو في الجلاستس الميتال كله عندك مترندر زي ما انتم شايفين ده بالفيزيكال بيز رندر او البي بي ار طيب ادي الويبن بتاعي ام... عندك ايه تاني عندك حاطط لك الماشز اللي هي ده الرصاص اللي احنا كنا بنضربه وعندك التكتشر حاطط لك اللي هي علامه التن... التصويب او التنشيل اللي احنا من شويه خلاص يا شباب طيب الحاجات الثانيه اللي عندي هنا الفيرست بيرسون بي بي اه البلو برنت الخاص الفيرست بيرسون ايه بقى البي بي يعني بلو برنت طب ايه هفتح حف هنا على ايه برمجه اقول لك واحده واحده جوه البلو برنتس هتلاقي مجموعه اسيتس طب سيبوكم كلمه اسيتس دي برضو دلوقتي ارموها ورا ظهركم اول حاجه عندك الفيرست بيرسون كاركتر طب ليه هي محطوطه في فولدر اسمه البي بي هقول لحضرتك لو احنا عايزين الكاركتر او اي موديل انت نزلته هنا كرسي شماعه لو انت اركتكتشرال او معماري لو انت جيب ديفلوبر اي اسيت بنسميها يعني بصوا برضو عشان افسر لكم اكتر عشان ما تدخوش كله يركز معايا اي موديل مدخله جوه الكونتنت براوزر لو هو لسه في المنطقه دي الكونتنت براوزر فاسمه اسيت لو هو انتقل من هنا لهنا اسمه اكتر اظن وفرت عليكم يعني ابح لو بحوثات هتعملوها توتوريالز لان ما سمعتش حد بيقول غير نادر غير الديفلوبرز بس يعني والديفلوبرز طبعا اكترهم في اللعب يعني للاسف فده الفرق اي حاجه جوه هنا طبعا هتقولوا طب الفرق ما الاثنين اكتر هو والاثنين اسيتس وخلاص اقول لك لا يا باشا في البرمجه لما نيجي نخش جوه البلو برنت هتلاقي حاجه اسمها الاسيت الله وحاجه اسمها الاكتر حاجه اسمها الاسيت وحاجه اسمها الاكتر فدي بتاثر وليها حاجه ودي ليها حاجه فلازم تكون عارف من اولها وعلى بلاطه الفرق ما بين الاسيت وفرق ما بين الاكتر أه خلينا نشوف احنا طولنا لا ماشي يعني ممكن كم دقيقه كده كمان عشان ما اطولش بس عليكم طيب تعالوا نقفل أو نمسح الكلام دوت ونكمل أي حاجة أي موديل عشان يتفاعل جوه السين بتاعي لو إحنا بنتكلم في الجيمز أو في الحاجات المعماري إن أنا عايز مثلا أقرب من كرسي يحصل له حاجة معينة وهنطبق طبعا في المحاضرة الجاية إن شاء الله ولكن ككلام اقرب من حاجه يحصل حاجه معينه عندك طريقتين طريقه انك تحوله لبلو برنت اكتور وتحطه في المشهد بصوا اول ما احطه هيتحول يبقى دي ملاحظين خلاص طب ايه الجزم دوت وايه القصه دي لو دوسنا على اتنين كليك هيتضح لك ليه اسمه بلو برنت ليه محطوط في البلو برنت اه بصوا ادي البرمجه بتاعه البلو برنت زي ما انتم شايفين ايفنت بجيم بلاي وهنخش في القصه دي مش عايزه اتعبكم بيه دلوقتي وبرضو ايه الفرق ما بين الجيم بلاي وفرق ما بين الجيم مود عفوا والبلاير كنترولر كل ده واحده واحده تاتا تاتا عندك الجيومتري المفروض جواها الحاجات اللي محطوطه في الفيو بورت هنا ديت اللي هي البوكسز وما الى ذلك والستارتر كونتنت ده بقى تقدروا تلعبوا بيه زي ما انتم عايزين الستارتر كونتنت عندك الارتكتشرال عندك بصوا تقدر تسحب بس في الفيو بورت بالشكل ده البيفت بوينت بتاعتك محطوطه عادي جاهز عندك الاوديوز مجموعه اصوات صوت تكسير وصوت كذا البلو جاهزه يعني بصوا نجفه جاهزه وبصوا برده لو قربنا بصوا ايه هي بتنور اهي وبرده لو قربنا عليها هنلاقي الريفريكشن ب... الريفليكشن بتاعها وكله جاهز والحديد حديد وكله تمام التمام بصوا تمام التمام اتش دي ار اي خامه الاتش دي ار اي كلنا طبعا عارفينها يعني المابس اه هنا بقى لازم نتكلم مش نتكلم قوي يعني احنا نوضح بس المابس يا شباب جوه الانريل مش يعني مابا اللي هي تكتشر مش يعني ماب اللي هي تكتشر لا المابس يعني خريطه واحده واحده كده المابس يعني ايه؟ يعني خريطه والانريل في كل اللي هتشوفوه بيتعامل مع الواقعيه ومسهل عليكم الدنيا اقصى ما انتم متخيلين فمعنى المابس يعني خريطه طب هنا معناها ايه يعني مشاهد طب وايه ده يعني ده عندي مابه واثنين وثلاثه اه الانريل بيقول لك ان في الوان بروجيكت البروجيكت الواحد بتاعك تقدر تعمل مشهد واثنين وتلاتة واربعه وخمسه وسته وسبعه وثمانيه وتسعه عشر عطر يعني جوه البروجكت بتاعك تقدر تعمل مشاهد كتير جدا بنسميها ليفلز بصوا اول ما وقفت على اللي هو فولدر المابس اول ما وقفت قال لك اصله ستارتر ماب بين قوسين ليفل بين قوسين ليفل هنا بيخاطب بتوع الجيمز اللي قبليها دي بتاعتنا ايه رايكم ما فيش بعد كده اهو بين قوسين ليفل كده بيخاطب الجيم ديفلوبر قبليها بتاعت المعماريين خلاص يبقى الستارتر ماب دي اسمها ستارتر ماب دي اسمها المينيمال ديفولت دي اسمها مش عارف الحيوان بصر اي حاجه خلاص يبقى دول اسمهم برمجيا كده شويه ليفلز ايه الليفل ده مشاهد خلاص شويه مشاهد تعالوا ندوس مثلا على الادفانسد نكليك هيقول لك اه طب بقول لك ايه انت سيف كارنت يا معلم انت هتسيف المشهد اللي انت فيه ده ولا هتروح حته تانية اقول له يا باشا سيف هيفتح لنا ادي مشهد تاني حلو هنا زي ما انتم شايفين الريفليكشن بصوا ده مشهد تيستي يعني مشهد يعني عشان تختبر التون بتاع اللون والريفليكشن عامله ازاي والجري اللي هو لا منه اسود ولا منه ابيض ده مهم جدا في عمليه الكالر بالانس تمام يا شباب زي ما انتم شايفين تعالوا نفتح مشهد تاني اتنين كليك على ده فتح لك مشهد تاني طب الستارتر ماب اتنين كليك عليه فتح لنا المشهد بقى اللي هو بنسميه المشهد الحيزبون موجود في جميع اصدارات الانريل عشان يعرفك على قوه الخامات بتاعه الانريل بصوا اللي انتم شايفينه ده كله مش مودلينج ده قوه النورمال ماب في الانريل بصوا لو نزلنا كده مش هتلاقوا اي مودلينج بصوا بصوا <applause> مش مودلينج <modeling. تصفيق> بس لو وقفت كده يبان طبعا هو مودلنج عشان خاطر النورمال ماب لان الانريل بيعتمد على الفيزيكال بيزد ريندر شوف بنكررها كتير فيزيكال بيزد ريندر بي بي ار جميل جدا تعالوا هنا وندوس بلاي هنسمع بقى ايه بصوا المشهد فيه صوت خلفيه وفي صوت نار زي ما انتم شايفين وفي هنا قال يعني نافوره يعني والنار صوتها شغال مع الخلفيه Uh, الجراس عامل ازاي؟ uh, بتختبر بقى انت بقى الخامات يعني بصوا الماربل تقريبا او الروك او ماشي هي هي بصوا عامله بصوا عامله ازاي؟ تعالوا هنا بقى الميتالز وما الى ذلك على فكره معلومه ده البيزكس مش ده الادفانسد ماتيريالز uh, يعني تمام؟ uh, زي ما انتم شايفين انواع الماتريالات عامله ازاي المارفلز بقى عامله ازاي؟ تروح هناك الودز عامله ازاي تعالوا هنا الحداثه بقى والجمال كله هنا بقى الاوشنز بقى والمياه برضو معلومه ليكو ده البيزك لان هم نزلوا في الفيرجن 26 يعني بلاش بقى عشان ما حاجات كده تحفه في الاوشن طبيعي 100% المائة زي ما انتم شايفين كل حاجه فيه رياليتي ولكن طبعا بزعل جدا لو حد قارن ما بين الانريل واللوميون اللوميون يا جماعه محدود جدا 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 لو قلنا افتراضا يعني انك ممكن توصل باللوميون للواقعيه بتاعه الانريل وده يستحيل يستحيل ممكن يطلع صور واقعيه ماشي يا سيدي ما قلناش حاجه يا راجل انا ممكن ارندر لك بيه الديفولت رندر الخاص بالماكس واطلع لك بيه اشكال واقعيه يعني وبعدين ده ترندر بيه اصلا ايرون مان 1 بعض المشاهد في ايرون مان 1 ترندرت في بالرندر الديفولت الـ 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 بتاع الماكس يعني السكان لاين رندر يعني فالمساله <applause> كلها ارتستيك ولكن بنتكلم عن قدرات البرنامج لو اللوميون وصل لده فعمره ما هيوصل للانتر اكتف ازاي تشيل حاجه دي من مكانها تحط دي تشيل دي تغير يا يا جدعان انتوا مش عارفين انا بس انتوا يعني معظمكم داخل لسه الاندريل من بره يعني في حاجات انتوا مش هتعرفوها غير لما تغوصوا جواه هتعرفوا البرنامج ده قد ايه انهم سهلوا لكم العمليه بتاعته. وصلنا ل المابس ان دول المشاهد وجوه البروجكت اكتر من مشهد زي ما انتوا شفتوا. الماتيريالز جوه خلينا نشوف ممكن رابط تفصيل الدروس او الجروب الخاص باي جديد حاضر من عيني. أه عندك المابس اتفقنا المابس اللي هي الخرايط يعني بيقول لك يعني اللي هي الخريطه الخرايط بتاعتك اللي هي المشاهد السينز. أه بعد كده عندك الماتيريالز الماتيريال اللي هي مستخدمه في المشهد ده اللي هو الكونتنت براوزر ده. عشان تسقط اي حاجه على اي ماتيريال تعمل ايه؟ هناخد بس الاثنين دول كده الت ونسحبهم ده عمليه الكوبي وتعالوا نشوف كده لو انا عايز اسقط الماتيريال بتاع الود دي هسحبها واحطها خلاص انتهى الموضوع خلاص بقت وود اهي خلاص آه عايزينها ميه ثاني أسحب الميه واحطها هنا خلاص خلص الموضوع ما فيش داعي نطول في كده البارتيكلز طبعا مجموعه بقى بارتيكلز دخان مجرد ما تسحبها برضو وتحطها هنا ادي بصوا ادي الدخان بتاعي معلومه برده ليكوا الدخان في ستاندرد وادفانسد الادفانسد مكون من خمس طرق لعمل دخان حقيقي من ضمنهم طريقه هتاخد الدخان من الهوديني من الماكس من اقول لكم على حاجه هتاخدوه من فيديو على اليوتيوب ويتحط يبقى رياليتي هنا خلاص أه تسحب البارتيكلز زي ما انتم شايفين كده بفتح ما فيش انا بحطها بايدي ما بعملش حاجه تاني يعني انا يعني مش بعملش حاجه تانية حتى دي البارتيكلز اللي في الجو زي ما انتم شايفين كده تمام طيب آه بعد كده في عندنا البروبس آه الحاجات الاساسيه بصوا ترابيزه آه مشهد اللي هو باللمبه ده الابليك ودي عشان تتستد بيها اي ماتيريال بتاعتك نفترض لو رجعنا للماتيريالز بصوا خلاص تشوف الماتيريال بتاعك تمام ولا لا التست يعني أه. نحذفهم تاني بالشكل دوت طبعا حذف تعلم على حاجه وديليت البارتيكلز قلناها تعني البروبس الشيبس مجموعه شيبس ستاندرد شيبس زي ما انتم شايفين بوكس وسفير طبعا لو اتكلمنا على الحاجات دي نبقى هبل قوي الكلام ده كله اساسيات 3 دي يعني والتكتشرز معروفه ان Textures هي اللي الخ اللي الماتيريالز بيستخدمها بمعنى اي ماتيريال من دول تعالوا كده في دقائق لو دوسنا على اي ماتيريال من دول وليكن الجراس مثلا جراوند جراس لو دوسنا عليها اثنين كليك عارفكم طبعا هتقولوا هتقولوا ايه ده يا خبر ابيض ده المساله صعبه والله ما صعبه ولا حاجه المساله كلها كانك جوه الماكس ولكن هنا مفصل قوي بمعنى هنا لو عايز اللون بطريقه معينه تقول له هات لي اللون ده وغمقه لي بالحته اللي هنا دي مثلا فياخد لك دي ويعمل لك ليرب ده الليرب اللي هي ماسك يا شباب الجميل برضو في الماتيريال بما اننا لسه في المحاضره الاولى يعني ولفه كده بسيطه الماتيريال لو انا عايز دي الاداه دي بتعمل ايه عندك اكثر من حاجه ينفع اعلم على دول كده واقول له ليرب او اقول له دي بالعربي حتى بتعمل كذا وكذا وكذا زي ما انتم شايفين خلاص او ان انا هعلم على ده كده بصوا فوق ايه واقول له حتى لو بالعربي بتعمل كذا وكذا وكذا يبقى النود دوت اللي هو الليرب اللي هو اسمه اصلا جوه الماكس ماسك ها جوه الماس جوه الماكس كنا بنستخدم حاجه اسمها ماسك خامه اولى ومسكها مع خامه ثانيه بألفة معينه الله بس هنا رقم اقول لك اه ما هو اللي احنا هناخده بعد كده ان الالفا مكونه من ايه؟ اسود وابيض صح؟ برمجيا الاسود زيرو قيمته الابيض 1 ما بينهم بوينت كذا الله طب ما هنا بوينت 3 اهو عشان اقول لك انه مائل للرمادي شويه خلاص يبقى هيدمج التكتشر مع اللون ده يعني هو عايز التكتشر دي يتغير لونها يبقى ده بنسبه قد كده وصلت وصلت تمام زي الفل برضو مش هنطول هنا لان احنا لينا لفه كبيره مع الماتيريال اذا اه التكتشر بتاعتي هي المستخدمه في الماتيريال اه برضو اه عشان نقفل الكونتنت براوزر عندنا الامبورت تقدر تعمل اي امبورت انت عايزه عندنا اول بمعنى انك لو دخلت اي حاجه من بره تمام لو انت دخلت اي شيء من بره زي دي كده بصوا عليها علامه نجمه كله يركز كده معايا عليها علامه نجمه هنا نجمه دي يعني الانريل بيقول لك يا باشا اصحى لو قفلتني دلوقتي انا ممكن ما ارجعلكش دي فانت تقوم عامل ايه؟ سيف اول هوب نشوف النجمه اتشالت. تمام يا شباب؟ طيب آه هنا طبعا الباك والفورورد وهنا آه الكونتنت لان احنا جوه الكونتنت لو انت جوه الفيرست بيرسون هقول لك انت دخلت من الكونتنت الى الفيرست بيرسون الى الانيميشن يعني تقدروا تقولوا كده خريطه انت كنت في كذا زي يا سيدي ماي كمبيوتر. تمام؟ انت موجود في ماي كمبيوتر جوه السي جوه البروجرام فايلز جوه كذا كذا. طيب عندك هنا حاجه اسمها اد نيو اد نيو معلش هطول بس ايه نقفل بس الحته دي معلش اه عشان بس ترابط الافكار انا ممكن اسهل ما عليا ان انا اقفل المحاضره على كده لكن عشان المحاضره الجايه هنبدا من حته و... لا نقفل دي عشان بس الفكره كلها تكون موجوده في عقلك اد نيو اد نيو فولدر اد نيو سي بلس بلس كلاس لو عايز تزود برمجه اد بلو برنت كلاس هناخدها اد ليفل ضيف مشهد للبروجكت بتاعك اد ماتيريال تقدر من كليك يمين اهو موجودين كلهم عادي يعني بس ما علينا اد <applause> انيميشن <Add animation, تصفيق> زي ما انتم شايفين انيميشن هنا برضو بس ما علينا بحبها اد كذا وكذا 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 خلاص يبقى هنا الاد بتاعك بس نلاحظ حاجه اد و... اول واحده فوق اد فيتشرز اور كونتنت باك تقدر تاخد شايفين المكونات بتاعة المشهد ده تقدر تجيبه من خاص بمشهد تاني شايفين فاكرين التمبلتس وال... والانريل بيفتح اقدر اجيبه مثلا انا دلوقتي في البر... في الفيرست بيرسون في مجموعه برمجيات معينه وادوات بيحتاجها الفيرست بيرسون لو انا عايز بقى اخد مكونات الثيرد بيرسون اد فيتشر اور كونتنت باك واقول له بقول لك يا معلم بالله عليك انا عايز الكونتنت باك بس أنا ممكن تعلم هنا على الثيرد بيرسون وممكن تقول له لا الكونتنت باك كله او ستارتر كونتنت تضيفه او انا عايز الثيرد بيرسون مكونات وهيجي لك بقى الكاركتر الكامل ده ويجي لك المشهد بتاعه والبرمجيات بتاعته. ايه تاني؟ ايه تاني؟ تقدر طبعا في اي حاجه هنا تقدر لو انا برضو عندي صوره وليكن خليني احمل لكم صوره من النت وليكن ماشي يا سيدي مش مشكله مثلا وليكن هجيب لكم الصوره دي اهي دخلتها تاني الصوره ديت بدل ما ادوس من هنا سيف اول سيف اول يعني هيعمل تشيك على كل ده فياخد وقت لكن اسهل حاجه كليك يمين على اللي انا عايز اسيفه واقول له بقول لك ايه سيف وطبعا كليك يمين رينيم او 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 اقدر كمان ارابلسو بواحد تاني اقول له كليك يمين ري امبورت وذ نيو فايل او اعمل له ري امبورت اعيد عمل الري امبورت اه امبورت ليه الايديت طبعا الرينيم الدوبليكيت الحاجات اللي موجوده في اي قائمه تانية طيب كده الكونتنت براوزر ما فضلش معانا غير الوحش دوت لو الايقونات دي صغيره ليا اقدر من هنا اعلي السكيل بتاعي تقدر تظهر وتخفي بعض الحاجات هنا برضو مش هنتقل فيها خالص عشان هناخدها فيما بعد كيف يمكن استيراد مشهد من ملف خارجي بجميع الاسيت ايفر موشن مثلا هناخدها لكن اسهل حاجه تقدر من قائمه الامبورت دي طريقه عمل الامبورت مثلا لو اف بي اكس او او لكن بطريقه الداتا سميث وكده يعني طبعا في بلاجنز طبعا احنا الداتا سميث اكسبورتر عشان هو اصبح جزء من الانريل هيتم شرحه ان شاء الله بس مش بتعمق ليه؟ لان احنا في الاول وفي الاخر اساسيات مش عايزين نضم نلود على ناس لسه بتقول يا هادي في الانريل مش هطول عليكم ارجو ان انتم تكونوا استفدتوا خدنا فكره عن الانريل انجن بحاول ابسط قدر الامكان البرنامج كبير عايز اعيد على طول جمله اقولها يا جماعه المستقبل دلوقتي بيقول الانريل المستقبل دلوقتي بيقول ان مصمم الجرافيك لازم يكون عارف ولو جزء صغير من اي نوع من انواع البرمجه سواء سي بلس بلس او البلو برنت ده مش كلامي انا السنوات دي كمان ده كلام الن كي الناس اللي عارفاه وهو بيسال احد فطاحل الموشن جرافيكس والفيجوال افيكس في العالم اسمه اندرو كريمر بيسأله بيقول له أكيد أنت على علاقة بنوع من معين من أنواع البرمجة قال له لا أنا بكره البرمجة فرد عليه ألمكي كي قال له أه يعني أنت بتكره البرمجة معقول أنت بتكره البرمجة ده أصل البرمجة بتلخص عليك حاجات كتير يعني بتأثر عليك حاجات كتير فأنا شايف وجهة نظري دلوقتي وعلى طول أقول كده لو ملحقتش نفسك دلوقتي بتعلم الانريل العالم كله دلوقتي وكبرى الشركات بتتعامل بالانريل لو انت ما لحقتش نفسك دلوقتي بتعلم انريل وانت الكسبان ومش هنعيد الكلام اللي قلناه في اول ايه المحاضره تاني لو انت ما سمحتش لنفسك بتعلم الانريل ببروفيشنال واحترافيه بعد كده هتلاقي الناس كلهم سبقوك لان العالم رايح ناحيته سبقوك وانت هيكون قصادك حاجه من الحاجتين يا تسيب الجرافيك خالص يا اما تتعلم الانريل وساعتها لما تيجي تنوي تتعلم الانريل هيكون في مليار واحد سبقوك وعقبال ما تاخد مكانك على الساحة هتاخد وقت طويل جدا بعض الناس تقول بس محتاج شغل اه لان احنا واخدين على الماكس الماكس اللي كان بيخلينا نفضل بس على فكره انا شغال لحد دلوقتي ماكس يعني برودكشن يعني ممكن اخرج اعلانات تلفزيون وكده بالماكس ما. الماكس في شغل البرودكشن اعلانات تلفزيونيه وماشي زي الفل ما هنعمل ايه ريندر باسز ولازم افرغ حاجات على الافتر افكت وناخده على الفوتوشوب اعمل موشن تراك على برنامج البي اف واخد الحاجه بتاعة الفوتوشوب احطها عليه تمام لكن الانريل في مجال الفيجواليزيشن وده اللي احنا بنخاطبه في في مجال الجيم ديفلوب فهو رقم واحد فاتعلموا دلوقتي بدل ما تيجي تتحسر بعدين واحنا العرب كالعاده بنيجي بعد الهنا بسنة ادي اتيسرت لكم بفضل الله ربنا ييسرها على خير ويكملها على خير آه كورس اساسيات اتعلموا الاساسيات وكملوا آه سواء بقى كملوا معايا مع فلان اهم حاجة تكملوا عشان اصل السوق العربي فقير مش فقير ده بيكح تراب في آه مواضيع كتير جدا مش عليكم كان معاكم عمرو شريف سرور شكرا السلام عليكم ورحمه الله وبركاته السلام عليكم استاذ